خلينا نروح كده لحته انسانيه ونتكلم عن صديق عزيز عليك، كابتن مؤمن زكريا. يا ترى لسه بتسال عليه؟ في علاقه ما بينكم لحد دلوقتي؟ ايه الكلام؟ طبعا احنا يعني بنحاول في كل الاوقات ان احنا يعني مش نبقى جنب مؤمن، يعني لو هنطول نعمل اي حاجه تبسطه وتساعده وتخليه يعني بنتمنى ده. مؤمن على المستوى الفني، يمكن انا لعبت مع مؤمن كتير، كانت من اللعيبه المميزه جدا. مؤمن في المستوى البدني، في اختباراتنا، اللياقه، في الحاجات دي كلها، كان رقم واحد على المستوى التهديفي، من اعلى اللعيبه اللي كان بيجيب اجوان. فلعيب كبير ولعيب يعني من احسن اللعيبه اللي كانت بتلعب على الجون في الفترات اللي احنا كنا متواجدين فيها، ونجم كبير سواء كان في النادي الاهلي او في منتخب مصر او حتى الفترات اللي كان متواجد فيها في نادي الزمالك. فبنتمنى له الشفاء، احنا على طول معاه وفي ظهره، وان شاء الله يرجع اقوى باذن الله. انا عارفه ان انت مش من الناس اللي عايشوا فتره كابتن محمد عبد الوهاب، بس في نفس الوقت انت زرت والدته السنه اللي فاتت، احكي لنا. يعني يمكن الكابتن سعد عبد الحفيظ حريص ان دايما كباتن الفرقه كل فتره متواجدين لزياره والده الكابتن محمد عبد الوهاب في البيت في الفيوم. بنبقى سعداء جدا وبنبقى حاسين ان احنا في بيتنا ومع والدتنا ومع امنا. كنا تشرفنا وكنا سعداء الحظ ان الكابتن سيد، انا والشناوي ووليد وكان ايمن، بنعمل زيارات على طول هناك، بنحس ان احنا في جو الاسره والعيله، والدفء اللي بنحسه في بيوتنا فعلا حسيناه. محمد كابتن محمد عبد الوهاب، كل الناس اللي عشيرته اللي بتتكلم عنه بتقول ان هو يعني كان شخصيه مش ما تتكررش، يعني اشبه للملائكه، يعني انسان على خلق ويعرف ربنا بشكل كبير جدا وملتزم، الناس كلها بتحبه، الناس كلها كانت بتشوفه يعني بتبتسم. فالله يرحمه، وهو اللي باقي له سيرته وسيره اهله العاطره هي دي اللي باقيه له، فالله يرحمه. ونتمنى ان سيرتنا تبقى زي الناس اللي سبقونا دي، يعني لما بعد كده يعني الله يرحمه. والدته قالت لكم ايه لما انت زرتوها؟ يعني يا ست زي السكر، يعني الواحد بيشوف فيها والدته، بيشوف فيها اهالينا، يعني ف كل الترحاب وكل الحب اللي شفناه منها. واكتر حاجه بتشدد علينا فيها ان احنا نكرر الزياره، وان احنا نبقى متواجدين على طول، وان احنا نبقى معاها على طول، ولازم تاكلوا ولازم تشربوا، وده بتكوفة يعني بصراحه، يعني بنبعت لها كل الحب وبنبوس ايديها وربنا يبارك في عمرها. يعني